بيت الفنان في حمانة صرح جديد للفن والثقافة يجمع الجميع ومن دون تفرقة. هذه باختصار عناوين هذا الصرح الذي أحيا ليلته الأخيرة لهذا الصيف مع رباعية أكيلون الشهيرة بحضور مؤسسه روبير عيد ورئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نيلة دوفريج وحشد من المهتمين والإعلاميين والفنانين. أهمية هذا الشيء أنه ندعي الوجوه الفنية والوجوه الثقافية والوجوه الإعلامية على أنه يكونوا يشاركونا بهذا النشاط المهم يلي هو باختتام الصيفية وباختتام نشاطات بيت الفنان حمانة. أهمية هذا الموضوع هو أنه نكون عم نضوي على ضيعنا، نكون عم نضوي على مناطق المتن الأعلى وعم نقول قد عم بيكون في نشاطات مهمة، وحتى اللي يكونوا هني كمان عم بيشوفوا وعم يكتشفوا هالنشاطات مثل ما عم بيشاركوا بغير مهرجانات برات المنطقة إن كان ببعلبك أو بجبال أو بعدة المناطق اللبنانية. مبسوطين كتير نشوف هالجو اليوم بحمانة. كتير مهم الواحد يعطي شيء للضيعة زيادة ثقافة، كتير كتير مهم. ونحن جايين هون صحيح نحن بمهرجان بعلبك بس منحب نجي ونشجع هيك حفلات وهيك اشياء اللي عم تنعمل على مستوى يمكن صغير بس مهم. الأصالة والجمال بهالجبل يلي عينا كتير، وإن شاء الله يا رب كلنا أمل إنه لما بننشر هالفن الحلو ونضيف يرجع هيك تنتشر صورة لبنان الحلوة. هو الحقيقة ما في إلا الفن والثقافة اللي بيوحد الجميع والكل بيتفق عليه. هلأ أنا بيسعدني أكتر شيء إنه تأسس هيدا السطر هيدا الثقافة، لأنه نحن بنفتقر لمراكز ثقافية بكل لبنان. تلفزيون لبنان هو بدايته، يعني بحسسني بنوع من الحنين، وبالآخر كل الأرشيف يلي عندي إياه موجود بتلفزيون لبنان. يعني إذا بدي أرجع لقي روبير لحالي ما في إلي إلا تلفزيون لبنان. إنه العالم إذا بتقدم لها شيء جيد هي بتقبله، يعني بتقدم لها شيء عاطل يمكن بتشوفه، بس إذا قدمت لها شيء جيد وراقي كمان بتشوفه. يعني مش العالم بدها هيك، العالم بدها الجيد، وبيت الفنان هو أكبر مثال على هذا الشيء. نحن فخورين بكل الضياع يلي بالرغم من كل شيء، بالرغم من كل الحديث عن الأزمات الاقتصادية، بالرغم من كل الستريس يلي اللبنانية عايشينه، قادرين يكونوا عم يكملوا بطريقة كتير حضرية ويكونوا عم يعطوا وجه كتير حلو للبنان. يعني شغلة كتير مشهود لها. بعد انتهاء الحفل وبدعوة من السيد رمزي بوخالد تم تقديم هدايا تذكارية لعدد من الفنانين والإعلاميين ولرئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية الذين حضروا هذه الأمسية الكلاسيكية الرائعة، وهي عبارة عن صورة لبيت الفنان من الخارج. وفي الختام جال الجميع في أرجاء بيت الفنان وعلى الغرف التي يحتويها، وأولم أبو خالد على شرف الحاضرين وشرب الجميع نخب المناسبة.